الشوط الثاني يمكن عندنا بعض الاجهاد شويه، كنا معكسين بشكل كويس قوي، نزلت صلاح على اساس برضه صلاح من اللعيبه الهدافين بيعرف يجيب جون كويس، كنا مقفلين بشكل كويس قوي، كان عندنا انطلاقات من رأفت ناحيه الشمال ومن برضه خالد عوض اللي عمل شوط ثاني عالي جدا جدا ناحيه اليمين. الحمد لله رب العالمين، يمكن الولاد كانوا ملتزمين تماما بالطريقه اللي احنا اتفقنا عليها، والحمد لله بدأنا من دلوقتي نستعد برضه للمباراه القادمه امام الجزائر ان شاء الله باذن الله. كابتن، يعني انا عارف ان انت كان عندك مشكله ناحيه الشمال في غياب كريم ديبيس، طبعا اللي وادي دجله يعني تمسك بيه لتواجده مع الفريق الاول، والحقيقه عجبني جدا تعويضك ليه برأفت خليل اللي انا عارف ان هو اصلا جناح ولعيب مهاجم، لكن النهارده ادى بشكل كويس جدا في مركز الوينج باك وصنع الهدف الاول بطريقه مميزه جدا. ازاي ده تحضره يا كابتن محمود ان هو يلعب في المركز ده؟ هو رأفت صنع الهدف الاولاني واضاع هدف يمكن قبل هدف المغرب سهل جدا، يعني كره جت اللي جت على دماغه على الزاويه البعيده. لا هو كان المفروض هو واخد استعداده انه يلعبها بدماغه كده، ولكن كان المفروض يلعبها برجله طبعا، انما الحمد لله طبعا. لا رأفت اصلا بيلعب في اكتر من مركز، يمكن السنه دي هو هداف النادي الاهلي، بيلعب في النادي الاهلي بيلعبوا احيانا راس حربه، بيلعبوا احيانا وينج يمين او يسار، ولكن يمكن المكان ده انا لعبته لعب معايا في شمال افريقيا في مباراه الجزائر في المركز ده برضو، وادى فيه كويس. يمكن كان ناقصه شويه حاجات دفاعيه الفتره اللي فاتت، يمكن المعسكر بقالنا في حدود شهر عاملين احنا المعسكر استعدادا للبطوله دي، لما عرفت ان كريم مش هيكون متواجد فجهزته للمكان ده، بعض الحاجات الدفاعيه اللي هو كانت قليله شويه عنده اشتغلنا عليها الفتره اللي فاتت، انما هو طبعا رأفت لعيب جيد جدا، امكانياته الهجوميه والدفاعيه كمان دلوقتي الحمد لله بستفاد منه كمان في الكوره الثابته النهارده، ونضيع جون في الشوط الثاني لو اخذت بالك في كوره كورنا نحطها دماغه لو في حظ شويه كان في جون جت جنب القائم، فهو من اللعيبه الجيدين كلهم بصراحه، انا مش عايز انسى حد طبعا او اشكر في لعيب واحد، لا الجميع بصراحه كانوا رجاله.